أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما العمل مع الذين يكذبون على العلماء بحيث يدعون أنهم أفتوا بكذا ثم يتبين بعد ذلك غير ذلك؟ والله يا أخوان اتركوا الأمور هذه وخلوا صدوركم سليمة، اتركوا الأمور هذه والجدالات هذه، واللي يقول هذا على نفسه ما عليكم، إن كذب على العلماء أو اغتابهم أو فهذا على نفسه، لكن لو نصحته أنت قلت يا أخي ترى ما يجوز لك هذا من باب الغيبة، وأيضا أنت ما سمعت العالم الفلاني إنه قال كذا، أو ما قرأت له كتابة، وين كتابته اللي هو كتب، وين أنت حاضر يوم يفتي، تنصحه بهذه الطريقة، تقول له ترى هذا ضرره يرجع عليك، يرجع عليك تكذب على العلماء أو تغتاب الناس، فتنصحه. أما إذا لم يقبل فأنت اتركه إثمه عليه، وأنصحكم بعدم الدخول في هذه الأمور وسلامة الصدور وعدم المجادلة فيها، لأن الجدال فيها والخوض فيها لا يصل إلى طائل أبدا. أنتم تتحلون هالمشاكل دي يبي ترتب على كلامكم وعلى آرائكم يبي ترتب عليها مصلحة، لا ترتب عليها شيء إلا شحن الصدور والوقيعة في الناس وغير ذلك، أو إصدار الأحكام الشرعية بغير علم. نعم.